وكان من دعائه عليه السلام لنفسه وأهل ولايته: اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من لا تنقضي عجائب عظمته، صل على محمد وآله، واحجبنا عن الإلحاد في عظمتك. ويا من لا تنتهي مدة ملكه، صل على محمد وآله، واعتق رقابنا من نغمتك. ويا من لا تفنى خزائن رحمتك، صل على محمد وآله، واجعل لنا نصيبا في رحمتك. ويا من تنقطع دون رؤية الأبصار، صل على محمد وآله، وأدننا إلى قربك. ويا من تصغر عند خطر الأخطار، صل على محمد وكرمنا عليك. ويا من تظهر عنده بواطن الأخبار، صل على محمد وآله، ولا تفضحنا لديك. اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك، حتى لا نرغب إلى أحد مع بذلك، ولا نستوحش من أحد مع فضلك. اللهم فصل على محمد وآله، وكد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا. اللهم صل على محمد وآله، وقنا منك، واحفظنا بك، واهدنا إليك، ولا تباعدنا من تقيه يسلم،
ومن تهديه يعلم، ومن تقربه إليك يغنم. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان. اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا. وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل على محمد وآله واعطنا. وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك، فصل على محمد وآله واهدنا. اللهم إنك من واليت لم يضرره خذلان الخاذلين، ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين، ومن هديت لم يغوه ضلال المضلين. فصل على محمد وآله، وامنعنا بعزك من عبادك، واغننا عن غيرك بإرفادك، واسلك بنا سبيل الحق برشادك. اللهم صل على محمد وآله، واجعل سلامة قلوبنا في ذكر عظمتك، وفراغ أبداننا في شكر نعمتك، وانطلاق ألسنتنا في وصف منتك. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا من دعاتك الداعين إليك، وهداتك الدالين عليك، ومن خاصتك الخاصين لديك يا